خلينا نروح لاخبار النادي الاهلي اللي معانا النهارده، وخبر الاهلي في المجموعه الثالثه في بطوله السله، البطوله الافريقيه لكره السله. معايا بطل انجولا، القرعه اتعملت، ومعايا بطل انجولا وموزمبيق ورواندا. كابتن رؤوف عبد القادر بيؤكد ان الاتحاد الافريقي وافق على الاستضافه النادي الاهلي للبطوله يوم من ايام، من يوم 8 و9 و10 ان شاء الله اللي جاي. ودايما كعادة النادي الاهلي دايما بيشوف ويستضيف وبيقدر يستضيف بطولات كثيره جدا للنادي الاهلي، ودايما مشرف مصر في استضافه البطولات الافريقيه.